السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نعطيكم طريقتنا في فحص المعدن والفراغ. طبعا راح نستعمل سيخ 30، سواء سيخين إذا استعملنا سيخين أو استعملنا سيخ واحد. 2 على 30، سواء فحص المعدن أو فحص الفراغ بالـ30، سواء استعملت تقدر تستعمل سيخ واحد وتقدر تستعمل سيخين. مش بحاجة لسيخ الفراغ الـ40 سنتي، تقدر تفحص المعدن والفراغ بنفس السيخ. طبعا لما نكون طريقتنا يعني طريقتنا جميعنا، سواء مشتركين او غير مشتركين او مشاهدين او للجميع، يعني انا ما بدي اخذ عليها جائزة نوبل ولا غيره يا اخوان، وهاي لله، يعني مش فرق مني من غيري، المهم الفايدة احنا لغيرنا وخصوصا للمبتدئين. طبعا احنا عملنا شوية تجارب عليها والنتائج كانت جيدة جدا، لكن استعملناها على موقعين في لبنان وثلاث مواقع عندنا. طبعا ما في اي اخوان اي طريقة. طبعا عندنا تلاشة المشع، لكن هذا الحكي ما بنقدر نقول ما بتلقط مشع نهائيا، رغم انه ما لقطت معنا مشع، لكن هذا لا يعني انها ما راح تلقط مشع، لانه اذا كان المشع في المنطقة طاغي بدك تاخده باي طريقة، شو ما كانت طريقة فحصك بدك تاخده. اللي بقول لك باخدش مشع تردش عليه، بده ياخد مشع اجباري اذا كان المشع طاغي، وفسيخه باخدش مشع. طب كيف وبفرق بين المشع؟ كيف انت بتفرق؟ لو لانه بياخد مشع كان انت ما بتفرق اصلا. وحتى لو فرقت، اذا المشع كان بكتلة مثل بهذا الشكل الحجم وتعطي كثافة المعدن، بدك تأخذها على انها معدن وما تفرق. اذا كانت قليلة ممكن تفرق، والصوان اذا كان كتلته كبيرة ويعطي كثافة مثله مثل المعدن، بدك تأخذه على انه معدن ما فيها. فما حتى لو انت فحصت فلفل 4 مرات، هي احنا فحصنا 4 5 مرات في منطقتنا وما اخذت مشع، عندنا مليان عندنا مشع ومليان صوان، لكن ما بنقدر نضمن انه ايش ما تاخذ مشع او انها ما بتاخذ مشع. فانا ما راح اضحك عليكم ولا بدي اضحك عليكم، واحنا بدنا نشتغل باسس علميه وبطريقه علميه، ما بدنا العشوائيه في الشغل، وكله بسيخ مجرد، لا بدنا نلف عليه شيء ولا نحط عليه شيء ولا نطعم ولا شيء. بدنا نشتغل صح بصفحة بيضاء بأسلوب علمي. الطريقة كالآتي، احنا بدنا ناخذ الوضعية هاي، وهي انك ايدك تكون دغرية من هون وعجنبك مضبوبة وما في فراغ، ملزوزة على جنبك بحيث انه ما يكون اي فراغ، وإيدك مستقيمة هون قائمة زاوية دغرية. طبعا إيدك هتكون قصيرة من هون بحيث السيخ إذا أكس هيضرب على جنبك من هون، لأنه ما راح يلف لأنه إيدك قصيرة، فبالتالي ما راح يلف السيخ. يعني إحنا هناخد الوضعية هاي وحناخد بالطريقة التركية على الوضعية هاي اللي كانوا يستخدموها الأتراك، وهي أفضل طريقة اللي ما حدا بيستعملها. واصلا ليش بسألتوا انفسكم ليش كانوا الاتراك ياخذوا بالطريقه هاي؟ هي لسببين. تاثير العقل الباطني بيكون تقريبا 50%. 2، السيخ منخفض. الشغله الثانيه، احنا هاي الوضعيه. ليش الوضعيه هاي؟ عشان المبتدئ اللي بده يدخل الوضعيه هاي او مثلا اي وضعيه راح ما يقدر يتحكم بالسيخ بشكل افضل مثل المتمرسين عليه. فاحنا عشان يعرف يتحكم بالسيخ ايده ملزوزة ومثبتة، فبالتالي ما في يقدر فيش حركة اهتزازية وفي تمكن في السيخ. الشغلة الثانية، بدنا نلغي تأثيرك نهائيا على السيخ بحيث انت تكون بالوضعية هاي، تكون عبارة عن إرث زي سيخ مغروز بالأرض. بالتالي لما بتفحص وبأكس معك السيخ حيكون الهدف تحتيك مش تحت السيخ.
وهذا اللي بدناك تفهمه. هلا فهمنا الوضعية، هلا المسكة بدنا نعطيك اياها مسكتين، سواء بهاي بنعمل طريقة بالفحص هاي وطريقة بالطريقة التركية فحص، فحصين يعني تفحص على الهدف بالفحصين وما راح ياخذوا منك وقت. هلا مسكة السيخ الكف ما بدنا ناخذها بالقبضة بالشكل هذا، بدنا نغير الطريقة عشان نلغي العقل الباطني نهائيا. بدنا هاي نفرد الأصابع، هذول المضمومات نفردهم يعني هيك نفردهم بحيث يكون بصمات أصابعك على راحة الإيد من هون بالشكل هذا. يعني أنت سواء مسكت السيخ بالشكل هذا بدك تفردهم بالوضعية هاي، أو لو مسكت السيخ من تحت تفردهم بالوضعية هاي. طبعا المجال المغناطيسي اللي بتكون عن طريق ايدك بيلتغي بالوضعية هاي، وحتى لو ايدك كونت مجال مغناطيسي التيار بيكون لأعلى، ولا أعلى ما في سيخ. يعني ممكن في الطريقة هاي يكون التيار خفيف جدا لأنه بالراحة الإيد قللنا منه، وبالطريقة هاي ما في مجال، ما في عندك تيار كهربائي يمر في السيخ تحت. يعني بالفيزياء في المجال المغناطيسي بيتجه التيار لأعلى وأعلى في السيخ، للأسفل ما فيش اتجاه تيار، ما في تيار بالاتجاه لأسفل، وهذا بتقدر تشوفه في الفيزياء. عشان هيك لما يكون السيخ لتحت ما في تيار، يعني السيخ بيصير يشتغل على المعدن لوحده، ياخذ من المعدن لوحده وانت مالكش دخل، انت صرت عبارة عن ايرث في الارض، وهذا اللي بدنا اياه. احنا هسا التجارب عملناها غير كافية تعتبر، والمناطق احنا اخذنا منطقتين ثلاث، وطبيعة المناطق بتختلف، فبدنا اخواننا في تونس في الجزائر في المغرب يستخدموا طريقتنا. احنا مش مجبرهم على يستخدموا طريقتنا او بدنا يلغوا طرقهم، لا خليهم على طريقتهم، بس بما انه بفحص بطريقته يفحص بطريقتنا يساعدنا. مش هم بيقولوا فاتحين قنوات لله وعلموا الناس لله، احنا بدنا الطريقة هاي نعلمها للناس لله. احنا طالبين منها خلص، مش بتفحص انت في قناتك وبطريقتك، افحص بطريقتنا واعطينا النتيجة، سواء فراغ او معدن، سواء اخذت انت مشع او اخذت معك معدن، اعطينا النتيجة. يعني مش اكتر، مش بدك تخدم اخدم، وهاي لوجه الله مش الي. وزي ما قلت لك هاي طريقتنا جميعنا، طريقتك وطريقة الاخوان وطريقة المشاهدين في قناتي في قناتك بشكل عام. يعني مرة نمسك السيخ بالشكل هذا ومرة بالشكل هذا على الطريقة ايش التركية. اهم اشي في النتائج، اهم اشي في النتيجة بعد ما تفحص شو ما اخذ معك السيخ. يعني في ناس بجوز بيعرفوا انه هون في مشاع عندهم في منطقته او هون ذهب، بقدر يفحص بطريقتنا وشوف بتتلاشى المشع او ما بتتلاشى، بتاخده او ما بتاخده 100% او لا. هلا بعد ما ياخذ التجربه يعطينا قياس السيخ ارتفاع الارض. يعني هم كل شخص لشخص بيختلف الارتفاع، اشي طويل وشي قصير، عندنا بدنا ارتفاع هاي الارض وهي السيخ، بدنا ارتفاع السيخ عن الارض قديش طلع معك 90 70. هذا بهمنا عشان نحسم الامر ونعدل في الطريقة اشي بسيط، لانه ظل عندنا ارتفاع السيخ ما راح نقدر نحكمه الا حتى نجرب اكتر. وبعدين منطقتك غير منطقتنا، بدنا اكبر قدر معين من المناطق نجرب الطريقة. فاذا بتخدمون اللي في سوريا سواء او اللي في السعودية او في تونس اخواننا او في الجزائر او هاف، يعملوا لنا التجربة يعطونا النتيجة مع ارتفاع السيخ قد الصف عنده 90 95 متر اللي هو، لانه ممكن تفرق بين شخص لشخص، ممكن القصير يطلع فحصه افضل من الطويل، وحتلعب دور يعني احتمال 60 ل 70%
طريقتنا تاخذ الران، يعني تجيب الران مش بس الدفائن العادية أو غيره، يعني حاسبين حساب لها من 60 ل 70 تاخذ الرانات، يعني تجيب الران مش بس الدفائن. فهاي إذا إخوان بيساعدونا طبعا بدناش حدا يقعد يجيب لنا أفكار تانية ويقعد لنا يلف لنا على السيخ، أو لو عملنا هيك ما بدنا. إحنا بدنا نشتغل أسس علمية، إحنا نبدأ بصفحة بيضة جديدة، يلغولنا كل إشي بكينا لا تردد، ذهب ولا غيره، ذهب ما لوش تردد، كل هذا تردد مكتسب. وهعمل حلقة بين الذهب والمشع وكيف بيطلع منهم التردد المكتسب اللي هو اصلا المعدن ما له تردد، وحتى المشع ما له تردد بس مكتسب مع الزمن. وحنبينه كيف وليش التقارب بينهم، وليش بالذات المشع بنلقطه بدل الذهب بشكل علمي. وبدنا نشتغل اسس علميه، ما بدنا نخش في متاهات واعمل وكيم وحط ولو عملنا كذا ولو عملنا كذا. خلي يعني ما بدنا اقتراحات الا في ضمن السيخ المجرد والمسك بس، والله يخلف عليكم وتكون اديته خدمه الكم ولا غيركم. وشو اسمه، وممكن انتم تطوروا على طريقتنا، يعني زي ما قلت لكم مش طريقتي، طريقتنا كلنا بالطريقه هاي، تطور طريقتك لانه هاي حتفتح لك مجالات اوسع وحتفسر لك شغلات كثيره. ولازم تفهم ليش الاتراك استخدموها، تاثيرها كعقل باطني تقريبا النص، يعني حدود من 50 ل 60% بيلغي العقل الباطني، وبالاضافه انه السيخ منخفض فبتحسس، التحسس بكون بيختلف. ما هو زي موجات الراديو، هي موجات بشكل عام مبدأها واحد، صح الراديو تختلف بس كمبدأ موجات وتردد واحد. فبالتالي انت الانتين تاع الراديو هو بيلقط كل الترددات، بس هو لما بيرفعه لأعلى بيصير اللي كان ترددها لاقته قليل بصير القطوع اكثر، فبالتالي القناه بروح التشويش اللي عليها كان معها بصير صافي اكثر، لانه التردد صار يستقطبه اكثر كل ما ارتفع لانها ترددات عاليه. واحنا نفس الاشي، احنا بدنا نصل لمرحله نشوف لوين التردد المنخفض اللي هو للمعدن اللي افضل. يعني هل مثلا يكون على 60 سنتي، على 70 سنتي، على 80 سنتي، ما بنعلم. احنا بالتجربة ومن شخص لشخص هوا طوله لما بعطينا تجربته وبعطينا مثلا اخذ مشع مثلا على 90 وما اخذش مشع مع الثاني على 80، هون بنعمل احنا وبنطورها بشكل علمي، فيش في لا لف ولا دوران، مش تخبيص ونعمل ونكيم ونحط ونزيد، لا باسلوب علمي، يعني نطلع بطريقة محترمة. وبعدين جربناها على الأحمر وعلى الأصفر وعلى الألمنيو وعلى الكروم واحد، اللي اختلف فيه بس الحساسية. يعني مثلا الهدف على 100 متر حساسيته بنحاس مثلا أحسن من الكروم أو كذا، لأنه بيختلف فيهم سرعة التوصيل بس مش أكتر، فبتلاقي بس الحساسية. بس أنت لما تقترب من الهدف بيجاوبوا كلهم بنفس النتيجة. فإحنا بننتظر إخواننا يساعدونا بهذا، خدمة للجميع. وزي ما قلنا لكم بدنا كل شيء يكون بطريقة علمية بحتة. في ملاحظة إخوان سينا نقولكم إياها، هلأ فردة الإيد وانت ماسك السيخ، إذا فحصت بسيخ واحد بدك الإيد الثانية حتى لو بدون سيخ بدك تعمل نفس الحركة وهي على جنبك، يعني بدك تفرد أصابعك في الإيدتين اثنين وتفحص، وإذا استعملت السيخ الثاني الإيد الثانية تعمل نفس الحركة. أما في حالة السيخ الواحد برضو بدك تعمل نفس الحركة، سواء هيك أو بالطريقة التركية.
طبعا ليش اخترنا الطريقتين، ما اخترناش فرقة التركية لحالها يعني، هيك مرة ومرة نفحص هيك. هذا راح تستنتجوه بعد ما تفحصوا بالطريقتين أكثر من موقع، لأنه راح تتفاجئوا المعطيات راح تختلف. يعني كيف أنت كنت تمسك نقطة وعارفها أنه مثلا نقطة ماسكها، وحتتفاجأ لما تيجي تفحص هون النقطة مكانها حيختلف أو ترددها مختلف. وطبعا ما حدا يقترح نقعد مثلا عشان نقرب على الأرض ومن هالحكي، بيختلف مسكتك وبتختلف كليا. احنا بدنا نظل زي القرف. وطبعا الكلام موجه كمان، إذا بقدر حدا من المشتركين عندنا بالقناة بيشتري على أكياس يجرب الطريقة، واللي شو اسمه إخواننا بالأردن أيضا اللي عندهم قنوات، أو اللي بيتفرجوا حتى اللي مش منتسبين يجربوها ويعطونا برضو النتائج وارتفاع الفحص عندهم.